<applause> ولد أحمد المرزوق في قرية بعجول شمال مدينة فاس في المغرب عام 1947 التحق بالأكاديمية العسكرية وتخرج منها عام 1969 برتبة ملازم ثان قضى عاما بعد تخرجه في فوج المشاة ثم التحق كمدرس ومدرب في مدرسة أهرموم العسكرية التي تقع شرق مدينة فاس عمرني وفي العاشر من يوليو تموز عام 1971 وجد نفسه مع كافة منتسبي مدرسة أهرمومو متورطا في محاولة انقلابية كان يقودها قائد المدرسة أنذاك الكولونيل محمد أعبابو ضد ملك المغرب الحسن سيد أحمد مرحبا بك أهلا وسهلا سيد أحمد هل حدثتنا في البداية عن مراتع الصبا والطفولة؟ آه رأيت النور في سنة 1947 بقرية صغيرة تسمى بوعجول توجد في الشمال الغربي لمدينة فاس وهذه القرية بنفسها توجد على في ضواحي قرية كبيرة تسمى تجاوزا الان مدينة غفساي. مم. كان والدي يشتغل في العدالة، كان عدلا ثم وكيلا للغياب. عدلا يعني قاضيا؟ لا ليس قاضيا وانما مساعد القاضي. نعم. و... وكان يجمع كذلك الى هاتين المهنتين، كان ناظرا للاحباس. عندكم الاوقاف. نعم. الاوقاف، نعم. الأوقاف. نعم. درس كان من حظي انه كان ابي لانه درس في القرويين وكان يحثنا على العلم والتعلم بالاضافه الى كل هذا كان اماما لمسجد غفساي. نعم. وتربيت في اسره اقول عديده لان افرادها عديدين كنت الخامس من حيث التراتب. أربعة بنات، أربع بنات وخمسة رجال وخمسة أطفال، عمي. نعم معنى ذلك أن أباك يعني ترك في نفسك أثرا كبيرا طبعا ترك في نفسي أثرا كبيرا ما هي أهم المعاني التي تركها في نفسك؟ أولا وهو النزعة الدينية بما أنه كان إماما مم. للمسجد وكان يحثنا دائما على المطالعة وكان يفعل قصار يعمل كل ما في جهده لكي نكون متدينين ودائما في جميع احاديثه كان يستدل بالاحاديث النبويه الشريفه ويستحد ويستدل بالايه القرانيه اضافه الى ذلك فانه كان يحثنا على استظهار حفظ القران الكريم في هذه البيئه ما الذي دفعك الى ان تفكر في الالتحاق بالكليه العسكريه آه طبعا في قرية غفساي كانت مدرسة وحيدة وكان يميزها أستاذ أثر في كثيرا وهو ابن عمي وزوجته وزوج أختي ما اسمه؟ اسمه الحاج الحسن مم. هذا الرجل كان وطي وطنيا إلى أبعد حدود الوطنية في تلك الآونة كان هنالك الغليان وكان المغرب طبعا يبحثوا عن استقلاله الى غير ذلك وكذلك المنطقه التي عشت فيها كان فيها جيش التحرير بمعنى ان ابناء بلدتي شاركوا مشاركه فعاله في جيش التحرير وضحوا بالغالي والنفيس من اجل ملكي يستند المغرب استقلاله نعم. هذا الشخص اثر في تاثيرا كثيرا رغم صرامته فجميع من درس عليه العربيه كانوا متفوقين بحيث أننا لما نزلنا إلى مدينة فاس استعجب الناس استعجبوا من مستوانا الدراسي كان للحظ كذلك في قسم الشهادة أن أجد أستاذا آخر لم يكن على نفس الصرامة أستاذ محمد بن اسماعيل العلوي كان رجلا له بيداغوجية مغايرة وكان يعني كان متمكنا من اللغة العربية، وهذان الأستاذان إضافة إلى أستاذ في الفرنسية اسمه كازانوفا من كورسيكا نعم. كان صارما كذلك الشيء الذي دفع دفع بنا الى طبعا إلى, الى هذا الحد يمكن ان يؤثر الاستاذ النابه المؤثر في تلامذته بحيث يكون بناؤهم النفسي والتعليمي والثقافي بعد ذلك نابعا من هذه المرحله نعم طبعا التاثير كان عميقا وعميقا جدا هل هذا ما جعل لغتك العربيه يعني لغه فصيحه اقول بكل تواضع لست فصيحا انما اتكلم باللغه العربيه الفصحى نادرا ما اتكلم بها ولكن اعتقد تلك القاعده التي اعطى أعطاني إياها يعني الحاج الحسن أو الأستاذ إسماعيل العلوي يعني كانت انطلاقة موفقة بحيث في القسم كنا نرغم على التكلم باللغة العربية الفصحى لا مجال للحديث بالدارجه المغربيه بتاتا كيف دخلت الاكاديميه الملكيه العسكريه بعدها كما قلت تلقيت دراستي في غفسي ونظرا لانعدام المؤسسات الثانويه اضطررت الى الرحيل الى مدينه مدينه فاس نعم مكثت سنتين في ثانويه مولي رشيد بعدها انتقلت الى مدينه الرباط حيث درست في ثانويه مولاي يوسف في الرباط في الرباط بعد ثانوية مولاي يوسف سافرت واستقرت في في مدينة مكناس عند أختي كان والدي يريد أن يدخلني إلى الداخلية لكنها أقنعت أبي لكي أعيش معها ولأنها كانت متزوجة بابن ابن خالي انتقلت من يعني أنت في المرحلة الثانوية تنقلت كثيرا بين كثيرا، مجرس. الشيء الذي أثر سلبا على مردوديتي. آه في أي سنة دخلت الملكية الأكاديمية الملكية العسكرية؟ دخلت آه يعني في تلك الأحداث في ذلك الغليان الذي حدث فور آه الحرب آه حرب يونيو بعد هزيمة بعد هزيمة 67 تخرجت في العام 69 برتبة ملازم ثاني نعم متى انتقلت إلى مدرسة أهرموم العسكرية؟ انتقلت في أوائل السبعينات يعني في سنة 1970 ما هي مدرسة أهرموم وأين تقع؟ مدرسة أهرموم تقع شرق مدينة فاس على بعد ستين كيلومتر في الأطلس في ربيع الأطلس في جبال الأطلس مدرسة بكل صراحة كانت جوهرة من الناحية العسكرية كيف؟ يعني أن الكولونيل الذي سنتكلم عنه محمد عبابو جعل منها مدرسة في مستوى عالٍ جدا ما طبيعة دور هذه المدرسة؟ المدرسة كانت تتخصص في تخريج تخرج دفعات من الضباط الصف ضباط الصف ضباط الصف, دباط الصف آه كان هناك مدارس شبيهة بها في المملكة أم كانت فيما بعد ستأتي هنالك مدارس أخرى للهندسة في ذلك الوقت نعم بعد بعد يعني كانت القاعدة القاعدة كان جميع الطلبة ضباط الصف يتلقونها في مدرستنا في مدرستنا نعم. حينما انتقلت إلى أهرموم كان قائد المدرسة هو الكولونيل محمد عبابو من هو محمد عبابو محمد عبابو كان ضابطا في الخامسة أو السادسة الثلاثين من عمره كان برتبة مقدم يعني بالفرنسية ليوتنون كولونيل كان من خيرة الضباط المغاربة إطلاقاً وكان له صيت ذائع على صعيد الجيش كله من بد... أين أخذ هذا الصيت؟ أخذه لأنه كان كفءا لا يجادل أحداً يستطيع أن يجادل في كفاءة الرشيد ما جوانب الكفاءة في شخصيته؟ أولاً أنه تخرج من أركان الحرب بفرنسا مدرسة أركان الحرب بميزة حسن مم. وبدليل والدليل القاطع على أنه كان كفءا أنه كان يشرك في تهيئ والتخطيط لجميع يعني المناورات التي كانت تقام على صعيد الجيش كله ف... يعني لم يكن مجرد قائد مدرسة تخرج ضباط الصف للجيش لا كان كان ضابطا بارزا جدا وكانت له هيبته وكانت له كلمته كيف كان يدير المدرسة؟ كان يدير المدرسة بيد من حديد كيف؟ كان صارما إلى منتهى الصرامة كان مع الطلبة؟ في مع الطلبة ومع الأطر جميعا ومع الضباط؟ ومع الضباط لم يكن يفرق في المعاملة بين الضابط والطالب؟ لا كان يفرق فقط هنالك يعاتب على شيء وأنه كان عندما يعاقب الضابط كان يرسله إلى السجن إلى سجن يوجد بمحاذاة سجن الطلبة مم. نعم ما تأثير هذا على الضباط؟ طبعا كان تأثير كان يحطم من معنوياتهم شيء شيء أكيد بعض المصادر وصفت إدارته للمدرسة بأنها كانت أشبه ما تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة. طبعا هنالك شيء من هذه الحقيقة كان العمل في المدرسة بالليل والنهار؟ كان العمل متواصلا ولكن العمل كان متواصلا بحيث ان كل سريه كانت تعمل اربع ساعات وكانت تعوضها سريه اخرى لكي يبقى العمل متز... عمل التشييد والبناء. تشييد وبناء هذه كليه للتدريس العسكري. نعم للتدريس كانت هنالك قبل ان ياتي عبابو كانت ناقصه من كثير من التجهيزات. كيف كان مستوى المدرسه قبل عبابو وبعده؟ الحقيقه الكل يشهد بدليل ان جميع الـ الـ الوفود العسكري التي كانت تأتي إلى المدرسة كانت تقف مندهشة حيال ما ما حققه عبابو ما أهم ما حققه باختصار حقق جميع الأشياء التي كانت في الأكاديمية الملكية هو كان ينافس الأكاديمية الملكية أكاديمية التي يتخرج منها الضباط كان ينافسها في كل شيء حتى كان لنا مسلك أتى به الإيرانيون كان عندنا متعاونين فرنسيين بالدرجة الأولى ومتعاونين إيرانيين جاء يشاركون في التدريب كانوا يشاركون في التدريب في في الأكاديمية العسكرية نعم. لما أتوا بمسلك سموه بمسلك المخاطر هو فعل أقول أحسن من ذلك مسلك تقصد يعني التدريب على تدريب. شيء معين تدريب نعم. على شيء معين خطة معي. التدريب يعني نعم. وكان نعم. مختبرات مختبرات كثيرة فمثلا كانت لنا قاعة لتعلم الانجليزيه والاسبانيه يعني في منتهى التطور يعني رفيع يعني داخل المدرسة. نعم داخل المستورس. للطلبه والضباط للطلبه والضباط الحصول على هذه الاشياء وتحقيقها يحتاج الى امتيازات يحتاج الى علاقات قويه بقيادات الجيش كيف كانت علاقات اعبابه بقيادات الجيش كانت قياد علاقتهم متميزه مع خصوصا مع الماجور العام للقوات المسلحه انذاك وهو الجنرال المرحوم دريس بن عمر الماجور العام القائد العام, العام او رئيس الاركان لا يقال رئيس الاركان رئيس الاركان كانت علاقه اعبابه به قويه قويه جدا كان بن عمر ياتي للمدرسه كان ياتي للمدرسه بين الفينه والاخرى ولكن في عندما كنت في المدرسه انا لا اعتقد انه اتى ولكن قبلي كان ياتي اتى مرارا شخصية المساعد الأول أكا كانت من أبرز الشخصيات التي لعبت دورا في الأحداث التي سنتكلم عنها، وقيل أنه كان على علاقة وثيقة مع أعبابه. كيف كان من هو أكا أولا؟ عقا هو ضابط صف بمرتبة مساعد أول، رجل شارك في الحرب العالمية الثانية وفي الحرب الهند الصينية مع الجيش الفرنسي مع الجيش الفرنسي مكث في الجيش الفرنسي ما يزيد على ثلاثين سنة هؤلاء جميعا الذين كانوا في الجيش الفرنسي هم الذين أصبحوا نوال الجيش المغربي بعد ذلك في بعد بعض الضباط الذين سيطروا طبعا على المراكز الحساسة في الجيش الكل يعلم هذا كلهم كانوا ضباط الجيش الفرنسي يعني, الجنرالات. يعني لم تخرج المغرب رسميا من فرنسا نعم من الناحية العسكرية الجنرالات الذين عملوا تحت الألوية الفرنسية هم نفس الجنرالات كانوا طبعا برو برتب أدنى فلما جاءوا إلى المغرب رقوا إلى مراتب وقيل أن هذا كان أحد الاتفاقات التي أبرمت مع الملك محمد الخامس شرط عودته من المنفى هذا ومنح ما المغرب الاستقلال هذا ما سمعته أنا أيضا المهم أن عقا, عقا كان ضابطا صفا متميزا و يعني برز بشكل ملفت للانظار في الحرب الهند الصينيه فكانت له حكي عنه ملاحم كثيره هو مثلا على قدم لا اقول على قدم المساواه كالجنرال حمو مثلا الذي كان رجلا شجاعا جدا والجنرال بوغرين الذين حكيت عليهم الاساطير عق من هذا الصنف الذي كان دائما يوجد في الصفوف الاولى في في الحرب ونظرا لما ابان عنه من طبعًا من بشاعة الحروب يعني من بشاعه الحروب طبعا به عباب عندما كان في الحاجب عندما كان يدير مدرسه الحاجب ثم بعد ذلك انتقل مع عباب الى مدرسه ارمو العلاقه بينه وبين عباب كانت متميزه ما شكل هذا التميز من الناس ومن المساعدين الذي كان يعول عليهم كثيرا يوجد على رأسهم معقة من كان آخر من المساعدين يعاول عليهم أعباب أعبابه كان يعني جميع المصالح الحساسة المصالح. في المدرسة في المدرسة كان يضع عليها على رأسها ضباط صف مثلا ليس ضباطا لا ليس ضباطا لماذا كان يضع ضباط صف وليس ضباط ضباط صف طبعا نظراً لاستطاعة لمرونتهم من جهة ولتلقيهم الأوامر وتنفيذهم الأوامر بسرعة فمثلا مصلحة التموين مصلحة المصلحة العامة للمدرسة مصلحة الضخائر مصلحة اللباس إلى غير ذلك كانت كل على رأسها ضباط صف كيف كان يتعامل عباب مع أعبابه مع من يخطئ أو يتقاعس من الضباط أعبابه كان صارما جدا في كل معاملته كان صارما ولكن لم يكن له اصدقاء او مقربين من بينكم لا اعتقد لا اعتقد ان ان انه كان لعباب مقربين من الضباط على الاقل حسب ما رايت مع من لك. كان يسهر مع من كان يقضي امسياته عبابو كان يستضيف الكثير من الشخصيات البارزه في من الفيديو. الخارج من الخارج ياتون اليه من كان الخارج يأتون كانت له فيلا فيلا فاخرة، ولكنه رغم رغم ذلك كان يأتي مرارا وتكرارا كان يزورنا بين الفينة والأخرى كان يأتي إلى نادي الضباط ويجلس معنا بمرح ويتبادل لكن كنتم تشعرون أن هناك عزلة وفجوة ومسافة كبيرة بينكم وبينه؟ الرجل كان رئيسا للوحدة وكان مديرا للمدرسة وكانت له هيبته في الجيش كله كنتم تحبونه أم تهابونه؟ الحقيقة أقولها للتاريخ كان هناك مزيج من الإعجاب ومن الخوف من عبابه مزيج من الإعجاب لأنه كان يخدم بالليل والنهار ولم يكن يتورع حتى عن سرقة بعض معدات البناء من أجل بناء المدرسة هذه من جهة من الأهالي من الأهالي المهم كانت هناك بعض المصادر تحدثت عن ذلك أنه كان يسرق مواد البناء من الأهالي ويبني بها المدرسة ويبني بها المدرسة بعض المصادر وصفته أيضا بأنه كان طاغية ومستبدا يعني أقول كان مستبدا ولكن في الإنصاف للرجل أريد أن أكون منصفا جهد المستطاع فالرجل مقابل هذا كان يخدم بالليل والنهار وجعل من المدرسة مدرسة ذات شهرة أقول في إفريقيا نظرا للتجهيزات ونظرا للإنجازات التي حققها في المدرسة ولكن حيال هذا كان يتجاوز القانون ما هي التجاوزات التي كان يقوم بها؟ التجاوز مثلا من بين التجاوزات كما قلت فالضابط عندما كان يخطئ او يقع في غلطه من الغلطات كان يرسله الى السجن المحاذي لسجن معنى ذلك انه كان يخالف القواعد العسكريه حتى في العقاب كان يخالف القواعد العسكريه حتى في العقاب ولكنه في المقابل لم يكن يظلم احدا لم, لم كيف كان لم يكن يظلم احدا هل ما رايت عباب مثلا تجاوز حده واخذ ضابطا من الضباط وتجنى عليه جنى عليه هكذا دائما يكون العقاب جراء غلطه فادحه لكنه صنع قانونه الخاص به وطبقه داخل المدرسه بعيدا عن القوانين العسكريه العامه للجيش قلت انه كان يتمتع بعلاقات وثيقه مع ال ادريس بن عمر الذي كان رئيسا لاركان الجيش وكان هناك كثير من الضباط وقيادات الجيش كانت تاتي اليه، هل كانت له اي علاقات بالملك؟ احبابه؟ لا اعتقد. العلاقه الوحيده على حسب ظني هو أنه عندما كان مساعدًا من الضباط المساعدين في القصر اعتقد انه كانت له علاقه مع الامير مولاي عبد الله. كان مرافقا له مرافقا هل كان لديك أي معلومات عن العلاقة التي كانت تربط بين الجنرال المدبوح وبين أعبابه؟ آه علمت فيما بعد طبعا أنا كنت حديث عهد بالـ بالـ بالمدرسة مم. وكنت من موقعي كضابط صغير يمكن أن أتعرف على الأشياء التي تكبرني ولكن ما كنت أسمع آه هو أن أبابه والمدبوح ينتميان إلى منطقة واحدة إلى الريف وهذا أساسي جدا فيما سيأتي فيما بعد كيف؟ هل العلاقات التي تربط بين الناس هنا في المغرب من ناحية القبيلة أو من ناحية البلدة أو من ناحية الناحية يكون لها تأثير في العلاقات الإنسانية في الحياة؟ نعم, نعم. هناك تأثير كبير فلان من قبيلتي فلان من عشيرتي فلان مثلا من قريتي هذا يقدمه على 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 اشياء اخرى وعلى اخرين في لا العلاقه؟ لا اقول إيوه بعض في في لما كنا في الجيش كثير من من قواد الجيش كانوا طبعا يلتجئون الى خدمات ابناء بلدتهم. كان هذا بعدا انسانيا موجود في معظم انحاء العالم ايضا ان الناس اللي من قبيله واحده او من بلده واحده او من نواحي واحده يكون بينهم نوع نعم، نعم. من الود الى حد ما من الحميمية نعم. نوع من الود وقلت هذا لعب دورا كبيرا والكل يعلم احداث الريف لما تعرض له الريف نعم. الريف تعرض لقمع يعني فظيع وطبعا جميع تلك المنطقه التي طبعا دكت على اخرها ودكت كثير من من الدواوير ومن المداشر في الحرب التي يعني في الطائرات الكل يعلم هذا في تاريخ المغرب ترك نوعا من الحزازات ونوعا من عقول الحقد في اي الفترات تقصد؟ فتره 58 59 تسعة وقعت احداث في الريف نعم ولكنها قمعت بشكل فظيع هذا من التاريخ المغربي نعم. واعتقد هذا ما زاد تقريب المذبوح من عبابه او عبابه من المذبوح هذه الطاقه والتدريبات الشاقه التي كانت قائمه في المدرسه دائما في العقيده العسكريه هناك عدو مفترض توجه له الطاقه وتوجه له من كان العدو المفترض للمغرب انذاك في تلك التدريبات؟ من المعلوم ان جميع الخرائط العسكريه التي تركت ورثناها عن المستعمر الفرنسي فجميع الخرائط جميع المناورات كما قلت صاغها الفرنسيون والفرنسيون كما يعلم الجميع تركوا الحدود بيننا وبين الجزائر غامضة وكأنها قنبلة موقوتة ونحن نعاني منها إلى الآن المستعمر ترك وراءه الغاما ودائما لما كان يصيغ المناورة العسكرية دائما الأسهم الحمراء التي تمثل العدو دائما تأتي من الشرق إلى الجزائر من الجزائر دائما هكذا تدربنا فجميع المناورات جميع الـ الـ العمليات اللي قمنا بها دائما الأسهم الحمراء تأتي من الشرق رقي أعباء إلى رتبة كولونيل أو عقيد في العام 71 وقيل أنه كان أصغر رتبة أصغر عقيد في الجيش الجزائري آنذاك في المغرب الجيش المغربي آنذاك كيف احتفل عبابو بترقيته؟ احتفل ب... بنوع من البادخ في في المدرسه حضرت هذا الاحتفال؟ نعم احتفلت صف لنا باختصار شكل هذا الاحتفال يعني ولكن لن يرقى الى ما يعني هنالك من ضخم هذا الحفل فعلا <applause> باذخ مقارنه مع ما كنا نعيشه في... في في الجيش يعني استدعى كثير من اجواق الشيخات من الاطلس الاجواق وطبعا بالغ في اكرام الضباط وضباط الصف يعني هل جاءت رتب كبيره وحضرت ايضا الاحتفالات مدعوين من, من الخارج لا ام فقط كان لا, لا فقط فقط كان مقتصرا على على ضباط وتلاميذ واطر المدرسه لو عدت للعلاقه بين اعباب وبين المدبوح ماذا تعرف انت عن الجنرال المدبوح؟ الجنرال المدبوح كانت تسبقه تسبقه يعني سمعة طيبة جدا. مم. كل من تكلم عن المذبوح الا وقال عنه بأنه كان ضابط نزيه نزيه ونظيف بحجة انه كان يفضل العيش في الثكنة على القصر وقيل عنه كذلك انه كان لا يرتاح الا لسماع الموسيقى العسكرية. مم. وفي المحكمة في المحكمة عندما كنا نحاكم قيل بأنه جميع الهبات الملكية وجدت كما كما تلقاها يعني لم يمد يده لم يمدينه إليها وطبعا الهبة الملكية لا ترد فهو طبعا أخذها ولكن تركها كما هي جير بيرو في كتابه صديقنا الملك يقول عن المدبوح كان المدبوح نزيها طاهر الذيل سليل عائلة ميسورة يتميز بالصرامه مع رزانة واتزان يزدر الطرف ويقبل انسياق الى منهج الفساد الذي يتبعه الملك ويسيطر فيه على حاشيته واعضاء حكومته هذا يتطابق مع وص ما وصفته انت يتطابق كانت هذه السيره شائعه عنه في الجيش كله في الجيش كله يقول عنه برو بيرو ايضا كان اكثر الشخصيات استقامه في حاشيه الملك وانه اكتشف اثناء زيارة قام بها للولايات المتحدة عام 71 ان كثيرا من المسؤولين والعائله الحاكمه ضالعين في الفساد وقد عبر للملك عن امتعاضه من ذلك وكما يقول بيرو ان المدبوح كشف للملك عن قيود حسابيه برشاوة بعشرات الملايين من الفرنكات مقدمه للقصر والحكومه فابعد الملك وزراء التربيه الوطنيه والماليه والتجاره والسياحه دون اتخاذ اي اغراج أي إجراء آخر ضدهم مما دفع المدبوح للتفكير بالانقلاب على الملك هل هذا ما جعل المدبوح يسعى إلى شخصية طموحة مثل أعبابه ويرتب معه الانقلاب السخيرات؟ أعتقد أن هذا صحيح صحيح أن هناك كثير من الأشياء عرفناها في المحاكمة أثناء المحاكمة وبعد التحقيقات المستفيضة تبين هذا بكل وضوح لأن كما يعلم الجميع فالجنرال لما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان يلعب الجولف التقى بسيناتور وتحدث له هذا السيناتور عن مظاهر الفساد التي يعني تدور في المغرب فاغتاظ المدبوح اغتاظ وذهب الى الملك وحدثه بكل ما سمع، وكان هذ هذه الاشياء التي احكيها حكاها لي صهر المذبوح المرشح امزيرك في السجن. كانت لي معه صداقه كبيره وكان يحكي لي كثير من الاشياء يعني الغامضه نوعا ما. باختصار ماذا قال لك عن هذه القصه؟ عن هذه القصه قال لي بان الملك بأن المذبوح كان ينتظر رد فعل حاسم من الملك على الفساد الموجود على الفساد لا سيما وانه ابلغه بأسماء لا. بعض الفاسدين وبأرقام التفاصيل. وبتفاصيل بالتفاصيل المدققة كان ينتظر رد فعل حاسم لكنه لم يفعل شيئا وعاود الكرة وذهب عنده مرة ثانية ووعده كذلك بأنه سيفعل اللازم لأنه لم وعندما رأى أنه لم يفعل شيئا تيقن المذبوح في هذه اللحظة بأنه إن لم يصفي الملك فسوف يصفيه الملك. هم. لابد أن يقتل أحدهما الآخر. فالملك يستشعر خطورة المذبوح بحيث أنه قال بأن المذبوح أصبح بالحجم الذي يدفعه إلى محاسبة إذا هذا ينبغي أن يصفى. والمذبوح قال كذلك: إذا لم أصفي الملك فالملك سوف يصفيني. هكذا قال لي أمزيرك. يبدو أن المدبوح فكر أكثر من مرة في تصفية الملك الأولى كانت في 14 مايو عام وسبعين حينما رتب مع أعبابه أن يتحرك أعبابه بكم أيضا من أجل عمل كمين لسيارة الملك وتصفيته حينما كان الملك ينتقل عبر بعض الغابات وبعض المناطق أنت كنت من بين الذين تحركوا في هذه المناورة التي سميت لكم مناورة نعم كانت هنالك مناورة كبيرة في ضواحي الحاجب مدينة الحاجب مناورة على صعيد الجيش كله بحيث أن حتى الطيران شارك في هذه المناورة واستدعيت إليه شخصيات كثيرة شخصيات عسكرية ومدنية كثيرة المهم نحن تحركنا قيل لنا بأننا سنشارك في المناورة بشكل رمزي فقط ف أرسلت تجريدة إلى الحاجب من تجريدة ت... يعني كتيبة أو أو تجريدة فقط للاستعراض اه بعد المناورة كان الملك سيستعرض وحدات من الجيش كله نعم ونحن طبعاً أرسلنا تجريدة إلى الحاجب باسم أهرمومو. باسم أهرمومو. نعم وكانت ولكن كانت هنالك استعدادات قيل لنا بأن المدرسة ستناور في نواحي مدينة صفر والمتواجدة على, قر... على مقربة من مدينة فاس بزخيرة حية؟ لا قبل مم. هذا أنا سأفسر نعم. الكوماندوات أرسلت كوماندوات وشكلت هذه الكوماندوات من طبعا في المدرسة وأرس... ما مفهوم الكوماندو؟ الكوماندو هو خليط من تلاميذ من السنة الأولى والثانية والثالثة مم. طبعا سرايا صغيره سرايا صغيره سرية أربعة 44 تلميذ مم. يراسها ضابط وينوب عن ضابط صف طبعا للمناوره وارسلت كتيبه خاصه سميت بالكتيبه الخاصه ارسلت الى الطريق المؤدي بين صفر والحاجب مم. وعلمنا طبعا في المحاكمه ان هذه الكاتبه كانت مهمتها هو نصب كمين للموكب الملكي المتوجه من فاس م. الى الحاجب. و اذا الكتيبة هذه كانت مسلحة مسلحة طبعا مسلحة. لم تشارك انت فيها؟ لا لم اشارك فيها. انا كنت مع التجريدة التي ذهبت الى هرمو الى عفوا الحاجب من اجل الاستعراض. لا. هذه الكتيبة كانت فيها ضخيرة حية وكانت فيها اسلحة ثقيلة ومدفعيات و في اخر لحظه جاء الامر الى الكتيبه باخلاء المكان. لكن هذه الكتيبه لم تكن تعلم انها ذهبت لا من اجل تصفيه الملك أبداً أبداً وعمل كمين للموكب الملك ابدا ابدا طبعا لم تكن تعلم شيئا. من الذي كان يعلم فقط؟ كان الذي يعلم هو اعبابه. هو اعبابه. بترتيب مع بترتيب مع بعض الضباط الذي كانوا قالوا سنشارك في المناوره و يعني سنقوم نحن فقط بنصب كمين بنصب كمين ولما ارسلت تلك الوحده واخذت مكانها ولم يعلموا ان الكمين كان للموكب الملك لا ابدا ابدا علم ذلك في في المحكمه علمنا ذلك في, في المحكمه كان هذا الترتيب كان بين اعبابه والمدبوح نعم فقط الرجلين هما نعم اللذان كانوا نعم يعلمان هذا هما اللذين يعلمان هذا آه ما الذي حدث بعد ذلك؟ حدث كيف جاءتكم اوامر الانسحاب؟ حدث ان الجنرال اتصل بالكولونيل وقال له خلي المكان الجنرال المدبوح, المدبوح اتصل مدبوح بالكولونيل لأعبابه خلي المكان لماذا؟ لأن الجنرال المدبوح عمل كل ما في وسعه مم. لكي لا تقوم تلك الأجراءات الأمنية التي عادة ما تقوم بها الأوساط الأمنية لاستجلاء واستكشاف المكان الذي يمر منه الملك بالمروحيات إلى غير ذلك ولما أحس الجنرال المدبوح بأنه أثار شكوك الدوائر الأمنية لأنه أصر على عدم استعمال هذه المروحيات ولما رأى أن الدوائر الأمنية أخذت تشك يقول لماذا؟ هنالك أمر ما؟ إن, ما إن وراء الأكمة ما وراءه فلما شعر المدبوح بهذا وخاف من أن ينفضح أمره أمر عبابه ب باخلاء المكان وكذا فانسحبت الكتيبه انسحبت الكتيبه كان شيء لم يكن والامر تكتم عليه تكتم عليه لان كل الضباط المشاركين لم يكونوا يعلمون انهم سيشاركون في نصب كمين للموكب الملكي نعم نعم انتم كضباط الجنرال المدبوح كان على علم واطلاع بالفساد الذي يحدث، كان غير راضٍ عما يدور، كان يحاول ان يضغط على الملك. انتم كضباط في الجيش الملكي انذاك هل كنتم تشعرون بحجم الفساد الموجود ايضا في الدوله؟ هل كنتم ناقمين على الملك مثل نقمه الجنرال المدبوع؟ بكل صراحه الفساد كان ضاربا اطنابه في كل الوحدات كيف؟ وكان كل رئيس على وحدته يفعل ما يشاء كيف؟ وضح لنا الامر يعني ان هنالك كان كثير من الاختلاسات مم كثير من كله يعلم هذا كان كثير من الاختلاسات وكل رئيس الا من رحم الله طبعا لا اعمم هنالك العديد من الضباط النزيهين الذين بقوا على يعني نظيفين ولكن عموما فكل رئيس وحده كان يفعل ما يشاء في وحدته وبدليل انه في يعني ال ال الكبار لانهم كانوا ينهبون فكانوا يتركون الصغار يفعلون ما يشاءون حتى يصبح الكل متورطا في الفساد ولا ينظر احد الى الاخر على انه فاسد او يتهمه بذلك واعتقد ان الكل يعلم والكل يتعامى نحن في في مدرسه أهر ممو كنا نعرف طبعا كضباط نعرف مثلا بحكم علاقتنا مع الضباط آخرين ما يقع في الوحدة الفلانية والوحدة الفلانية وطبعا أعيد وأكرر ألح على أن لا أعمم هنالك من الضباط السامون من بقي يعني نظيفا مثل من تذكر من الأسماء التي أقول مثلا ضابطا يقفز في ذهني كل مرة وأنا معجب به كثيرا ونور معه في وجدة على الحدود الجزائرية المغربية و الكولونيل حسن بن طاهر حسن بن طاهر هذا كان وهو طبعا ينحدر من الريف م. كان في منتهى النظافه كان رجلا بسيطا جدا ويعاف البضخ ويعني يعيش عسكريا يعني برتبته اعبابه حينما كانت يده مطلقه ويفعل ما يشاء هل كان ذلك بدعم من المدبوح بلدياته رفيقه أم من إدريس بن عمر رئيس الأركان؟ آه يعني لا أستطيع لا أستطيع من موقعي كضابط صغير أن أقول بأن المدبوح كان يعلم ما يفعل عبابه ويتغاضى عن ذلك الله العلم لله كل ما أعلم هو ان الجنرال ادريس بن عمر كانت له علاقه وطيده مع الكولونيل المدبوع مع الكولونيل عبابو وانه بعد تغيير الماجور العام للقوات المسلحه ادريس بن عمر حين عين وزير للبريد وحل محله الجنرال البوهلي تغيرت الاحوال لان يعني العلاقه بين الرجلين لم تكن على ما يرام بين البوهالي وبين مع عبابه مع بابه. نعم بعد المحاولة الإنقلابية التي ألغيت في اللحظة الأخيرة في 14 مايو 71 حينما رجعتم إلى المدرسة بعد هذه المناورات بالنسبة لكم هل تغير أي شيء في التدريبات؟ هل دار بينكم همهمات أو حديث أو نقاش عن إلغاء المناورة، إلغاء الكمين، إلغاء هذه الأشياء؟ أبداً، أبداً على لم نشعر بأي شيء مم. الشيء الذي وضعنا في ورطه وهو اننا كنا قد انهينا جميع التمارين المقررات الدراسيه كنا قد انهينا وبقينا في فراغ ننتظر حلول العطله الصيفيه التي كانت عاده ما تكون في يوليو واغسطس نعم بقينا ولكن عبب لنظر لاشغالنا في شيء ما ف كانت هنالك حفله ستقام في الرباط وهي حفله الجيش ليله تسمى ليله الجيش كانت تقام فيها حفلات بمحضر الملك وبمحضر اشخاص الشخص ورأس يعني يعني تمارين رياضيه نحن آه مثلا عهد الينا بتشكيل هرم هرم بشري في سرعه مفرطه تأتي وحده يعني كل وحده تبرز لياقتها العسكريه طبعا فانشغلنا بهذا الى ان اتى اليوم الموعود ما هي الخطوات التي سبقت تحرككم الى قصر السخيرات في 10 يوليو تموز 1971 وهو الذي كان يوافق عيد جلوس الملك عيد ميلاد الملك من الاشياء التي طرات في المدرسه وهو مجيء قافله من الشاحنات جاءت من وحده توجد في عين حروده قرب الدار البيضاء تتواجد فيها وحده المعدات العسكريه والشاحنات الى غير ذلك جاءت قافله من الشاحنات صافيام الفرنسيه الصنع متى تقريبا؟ يعني بيومين قبل الانقلاب نقول 8 يوليو نعم جاءت وتمركزت في المدرسة وقيل لنا بعد هذا بأننا سنقوم بمناورة في غابة بن سليمان هي مدينة واقعة بين الرباط وبين الدار البيضاء وسار الخبر أولا هناك مهامات تسرب الخبر ولكن ليلة يعني اليوم الذي سبق الانقلاب هذه القافلة التي جاءت كان معها جنود ولا فقط لا فقط يرأسها مرشح فيها طبعا سائق سائق السيارات فقط سائق السيارات, سائق السيارات فقط السيارات. كانت محمله بالزخيرة بسلاح لا 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 بلا شيء جاءت مم. لتحملنا الى طبعا نعم نعم نعم, نعم. مم. فبعد ذلك جاءت الاداره اداره المدرسه واخبرتنا باننا سنناور في غابه بن سليمان وكما سبق من الذي ابلغكم اعبابه ام احد لا لا, لا مدير مدير الدراسات آه. مدير الدراسات ابلغكم هذا يوم 9 يوليو نعم مم. في الص... تشكلت الكوماندوات وهنا اركز على نقطه مهمه سيكون لها ما بعدها وهي النقطه ان الكوماندو كان خليطا من التلم... التلاميذ تلامذة الصف السنه الاولى والثانيه والثالثه هذا عسكريا ليس صحيحا لا ليس صحيحا ولكن اقول لانه له ما بعده لان كل لان كل ضابط لم يكن يحكم لا يحكم آه التلاميذ، يكون يعرف كل التلاميذ. والتلاميذ لم يكونوا يعرفوا الضابط. وهذا كنتم كم ضابط في المدرسة؟ اعتقد تجاوزنا ثلاثين ضابطا ثلاثين ضابطا صف الضباط كانوا كم تقريبا؟ نعم صف الضباط في المدرسة يعني الاغلبية كانت من ضباط ملازم اول ملازم ثاني لا صف الضباط عددهم كم؟ لم افهم ايه الضباط مثل عكا اه ضباط الصف, الصف. آه، ضباط الصف ضباط الصف ضباط الصف يعني كان عددهم ستين تقريبا عدد الطلبة كان كم؟ عدد الطلبة كان يجاوز الالف يجاوز الالف الالف وكانت المدرسة ستخرج عن بكرة أبيها في هذه المناورات؟ بقيت قلة قليلة لا من الضباط وضباط الصف ومن التلاميذ بقيت قله قليله اما الضباط كان... اما المدرسه ككل فتحركت في المدرسه ككل كانت جاهزه للتحرك نعم كم عدد الكوماندو او عدد كل سريه الكوماندو 44 كانوا يركبون سياره واحده سياره واحده يعني شاحنه واحده ومعها ضابط ضابط كان هنالك السائق في الوسط كان نائب الضابط ضابط صف وفي اليمين كان الضابط. السائق الضابط ضابط اثنين ضباط ضابط وضابط صف و وكوماندو آه انت كان معك 44 طالبا نعم من عدد الطلبه من من الطلبه كنت تعرف من بين ال 44 قليل قليله من السنه الثالثه انا كنت اعرف طلبه السنه الثالثه كنت تدرس للسنه الثالثه فقط كنت ادرس السنه الثالثه وكنت طبعا مدربا في الفنون الحربيه في مصلحه الفنون الحربيه وكنت طبعا كنت مع السنه الثالثه ما نوعيه الاسلحه والذخائر التي كانت معكم التي قررتم او قررت قياده المدرسه ان تاخذوها معكم نادي المناوره كانت طبعا رشاشات من نوع بيريطا آه وكانت آه رشاشة فرنسية ثقيلة كانت رشاشات ثقيلة خفيفة كلها خفيفة نعم وكانت بنادق باليد كانت بنادق ماسترونتيز كانت مشهورة آنذاك آلية آلية وكانت هنالك آه آه فصيلة فصيلة في الأول في أول آه القافلة كانت فصيلة تسمى الفصيلة الخاصة وهذه الفصيلة كانت تتكون من جيبات من سيارات الجيب محمله باسلحه ثقيله كمدفع 75 دون رجع مضاد للدبابات عديم الارتداد من عديد عديم الارتداد وهنالك رشاشة ثقيلة مضادة للطائرات تسمى ب 12.7 دوسات مشهورة و وقاذفه الصواريخ المضاده للدبابات كذلك هذا كله كان موجود كان في الفصيله الخاصه التي كانت تتقدم الكوكب عدم الفص... عدد سيارات الفصيله الخاصه كان كم تقريبا ل... عشرات 10 او 15 جيب اعتقد تقريبا وعدد السيارات كلها كان كم تقريبا عدد 20 عشرين... ما يفوق 20 شاحنه ما يفوق 20 شاحنه شاحن. غير سيارات الجيب الذين نعم. كانوا في الفصيله نعم. الخاصه ما نوعية الذخيرة التي كان معكم وكمياتها؟ فرقت علينا الذخيرة الحية 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 عادة تستخدم الذخيرة الحية في المناورات؟ في الحقيقة هذا أثار كثير من الشكوك الذخيرة وزعت عليكم صبيحة التحرك أم قبلها بيوم؟ قبلها بيوم مم. نعم في المساء في المساء في المساء هل جاءكم أعباب وتحدث إليكم؟ نعم لما شكلنا الكوماندوهات على الساعة السادسة ليلة الانقلاب على الساعة السادسة جاء مساء عباب. مساء جاء عبابو. مساء 9 يوليو نعم. 1971 نعم. وفي ساحة الشرف كانت المدرسة كل كلها على في أحسن نظام فجاء وكل كوموندو كان مصطفا بجواره الضابط الذي يحكمه وضابط الصف الذي كل سرية مع الضابط مع نعم. ضابط الصف كل كوموندو جاء وتفقد الجميع وامر امرنا امر التلاميذ طبعا اعطانا الامر نحن الضباط بطلب من بامر الطلبه ب يعني دخول الشاحنات يعني العمليه ليرى السرعه التي اه نا. تجربه يعني تجربه المهم لما راى الطلبه طبعا نحن اعطينا الامر فانطلق الطلبه بسرعه خاطفه كل واحد اخذ مكانه فلما اطمأنا إلى سلامة العملية وإلى طبعا جاهزية الطلبة أمر الطلبة بالانصراف وكذلك ضباط الصف وطلب من الضباط أن يلتحقوا به إلى قاعة الشرف بالمدرسة مم. لما دخلنا إلى قاعة الشرف كان يوجد في في باب قاعة الشرف رجل رجل وضع بكيفيه نراه الداخل ويراه الخارج. كيف؟ يعني لما دخلنا الى قاعه الشرف على عتبه الباب وقف رجل كنا نجهله. لا تعرفونه؟ لا نعرفه. وطبعا سنعرف فيما بعد انه هو اخ الاخ الاكبر للكولونيل عبابو، هو بنفسه كولونيل. اسمه محمد عبابو. محمد عبابو. لكن هذا قائدكم اسمه إم محمد. أعباب. بالالف، الف بالألف. قبل محمد. محمد. حتى ومحمد. يفرق بين نعم. الرجلين. الألف الذي يفرق بين هذا كانت أول مرة ترى محمد أعبابه الشقيق الأكبر لا كانت أنا شخصيا كنت أول كان يرتدي زيه العسكري أم لا كان, كان زي كان مدنيا زي سترة كاكية وسروة الكاكي لم يلفت هذا لم يلقي لديكم تساؤلات لا لم ي... طبعا طبعا نقول من هذا الغريب الذي جاء إلى المدرسة ولكن لما دخلنا إلى قاعة الشرف وأخذ الكلمة الكولونيل عبابو هو كان ينصت ينصت إلى الخطاب الذي ألقاه أخوه في الحلقة القادمة أبدأ معك من الخطاب الذي ألقاه أعبابه عليكم قبل التحرك إلى القيام بانقلاب أو بالمحاولة الانقلابية في الصخيرات أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد المرزوقي أحد الضباط المشاركين في محاولة انقلاب الصخيرات التي تمت ضد الملك الحسن الثاني ملك المغرب عام 71 وأحد الناجين من سجن تازما مارت الرهيب في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته